أنا شايفة إن المهرجان اتعمل في وقت مناسب جداً في أجمل مكان في الدنيا. جسمي أشعر لما شفت المعبد الجميل ده، شيء حلو قوي قوي. بتمنى المهرجان التوفيق. الأقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وكل عام ساعة المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. الأقصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا.